رسالة لكل جماهير الزمالك بعد ماتش النهاردة. احنا عارفين طبعا اتحاد الكورة عامل معاكم النجمة وضغط الاهلي وفرمه، ده غير طبعا الستة لعيبة اللي متأهلين المنتخب الاولمبي، ده غير الحكام، غير الحكم بتاع ماتش البنك الاهلي، حاجة يعني منتهى السفالة وقلة الادب. دي حاجة. الحاجة التانية بجد النهاردة لعيبة الاهلي رجالة، هم في اول الشوط التاني ما اعرفش ايه اللي حصل لهم كده، دخلوا في بعض تقريبا، في هدوء حصل في الملعب. بس طبعا المشكله كلها هنا في حاجه واحده، ان احنا سهرنا جماهير الزمالك معانا. اه والله العظيم كانوا هنا هيموت يقولوا اضرب بدري، لكن بدري خد على عينيه. دي حاجه. الحاجه التانيه والله 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 الدوري السنه دي هيبقى الاهلي ان شاء الله، غصب عن الزمالك، غصب عن اتحاد الكوره الزملكاوي، غصب عن الاداء الاعلاميه اللي طاحنه اليومين دول في الاهلي. يعني ايه مره يقول لك الحق ده بيشربوا خمور، والحق مره مش عارف بتوع ايه، والحق مره ساعات مفيش. في مره انا شفت اي حاجه فيها اعلام بيتهاجم نادي الزمالك اللي تقريبا كله مشاكل. فاحنا مع بعضينا، انا كمان كام ماتش وهنشوف مين اللي هياخد دوري السنه دي، وكل ماتش هطلع انكد عليكم. مبروك للاهلي، والنهارده فعلا اداء. هو طبعا كان فيه اهتزاز شويه، معرفش ايه الهدوء اللي نزل على لعيبه الاهلي دوت، مش ده الطبيعي. ست لعيبه فرقوا جامد جدا مع المنتخب الاولمبي، والنهارده المشكله كلها احنا كدنا على الزمالك. اه والله العظيم انا كان في واحد صاحبي مكلمني زملكاوي هيموت، بيقول انا كنت هقول له اضرب يا بدري وهعمل فيك واسوي فيك. بكره بكره ايه ده، انا هنكد عليه دلوقتي، ده انا دلوقتي ده والله قفل التليفون. بس انا كده دلوقتي لحد ما اجيبه. طبعا النهارده ماتش الاهلي مش عارف كلها كام يوم كمان، الماتش التاني ضغط مباريات، عايزين اه الاهلي باي شكل من الاشكال، بس ان شاء الله مش هيحصل. الماتش اللي فات بتاع البنك الاهلي كان حكم تقريبا نازل متعمد ان هو الاهلي ما يطلعش، ما التلات نقط دول ما ياخدهمش. النهارده حصل الكام لبش كده، علي لطفي جون كبير، معلش طبعا هو طبعا بقاله كتير قوي يعني قاعد دكه، وطبعا شنو كان نجم اساسي، بس علي لطفي جون كبير جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله عليه، يعني عليه في التطور. مش هحسب له ماتش النهارده ان هو لا، ده هو نجم. علي معلول احسن وينج شمال في مصر، يعني يمكن في افريقيا. اوفر جون البندقيه لسعت. اهم شيء ان احنا النهارده ثلاث نقط ان شاء الله على مسابقه الدوري، ولو وصلنا مع بعضينا تعدي في النقط احنا دايسين على وشكوا. يلا دايسين على وشكوا، عارف يعني دايسين على وشك يعني ايه؟ واخدك دوسه تكر شريف، مره يمينه ومره شماله. خلينا متابعين، وان شاء الله كده كل ماتش للاهلي هطلع انكد عليهم. ان شاء الله الدوري الاهلي، وان شاء الله البطوله السنه دي للاهلي، وان شاء الله كله خير.